في حديث رباعه بنت الزبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اريد الحج وانا شاكيه، فقال لها حجي واشترطي. والمعنى انها تقول ان حدثني حادث اي منعني مانع من اتمام النسك فانني احل وقت وجود ذلك المانع، وانما ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الاشتراط لانها كانت تخاف الا تتم النسك من اجل المرض، فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تشترط. واما من لم يكن خائفا من اتمام النسك فانه لا يشترط، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكن اشترطوا عند الاحرام هذا الشرط، ولهذا كان القول الراجح ان الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع الا لمن كان خائفا من عدم اتمام نسكه، وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الادله. واما من نفى الاشتراط مطلقا او اثبت الاشتراط مطلقا فانه لا بد ان يقع في مخالفه لبعض النصوص. يقول بعض الناس اننا في هذا الزمن خائفون بكل حال لكثره حوادث السيارات، وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء، فإن السيارات تكون بمئات الآلاف، وإذا حصل من مئات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليس شيء. والحوادث كائنة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقفته راحلته يوم عرفة فمات، وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا. وقولي أن مئات الآلاف السيارات هذه وقعت صدقا للسنة، وإلا فلا أظن أنها تبلغ مئات الآلاف لكنها تبلغ عشرات الآلاف. بارك الله فيكم شيخ.